أسوأ شيء إنك تضربه في ظهره، إن الدبيحة لما تقع سكاكينها تكتر، أسوأ شيء في الدنيا. بغض النظر بقاء مبارك أو عدم بقائه، الراجل ده السكاكين كترت عليه وكان مفيش في الدنيا خالص. قال خلاص من هذا الرجل، مفيش حد قال ان مبارك كان صح كان غلط، لكن ما توصلش النتيجة ان كل واحد ناس كانت بتبوس جزمته. وانا اعرف الكلام ده كويس، يقعد دلوقتي يقعدوا ويتكلموا كلام عنه وكأن مبارك ده شيطان، ما يستاهلش مننا كده. بس والله العظيم كانت بتجري ورا جمال مبارك وتكلم كل واحد قريب من جمال مبارك ان جمال مبارك يبص لهم. بس انا اعرف الناس دي كويس، دلوقتي بتطلع مين هو جمال مبارك؟ مين اصلا انتوا؟ بغض النظر عملت خروج آمن لهذا الرجل ولا ما عملتوش؟ فكرة، ولا قبل ما أخش دلوقتي كان الأستاذ ضياء رشوان بيتكلم عن مبارك مش أهم من الوطن، صح؟ مبارك مش أهم من الوطن، لكن احترموه على الأقل، احترموه، بلاش تذبحوه بالطريقة دي. مبارك عمره ما هيكون بن علي، وإحنا ما نسمحش إنه يكون بن علي. خرج الراجل ده من البلد، خروجه هيبقى طعنة لينا كلنا. أي حد عايز مبارك يطلع يطلع، مبارك يخلص حكمه يخلص، لكن رجاء ده راجل كبير وحارب من أجلكم، وكان دايما محل فخر ليكم أو لغالبيتكم. اللي بيناضل دلوقتي بيقول مبارك والفساد، كان يتمنى ان الرئيس يبص له بصه، ولا حد من اللي جنب الرئيس يبص له بصه. اعملوا اللي انت عايزين حوالين مبارك، افتحوا ملفات الناس كلها، لكن لما تيجي تفتحوا ملف هذا الرجل انا متاكد ان انت هتلاقوا ملف محترم. اتخان اتخان، اتخدع اتخدع، لكن عمره ما اجرم في حق البلد، عمره ما خان البلد. وانا بقول لكم الكلام ده وانا عارفه كويس جدا، يكفي فخرا واعتزازا انه من القوات المسلحه اللي احنا كلنا بنفتخر بيها، يكفي فخرا واعتزازا انه حارب في اكتوبر، يكفي فخرا واعتزازا ان قال لكم انا مت في البلد، انا هعيش في البلد دي واتولدت في البلد دي وحموت في البلد دي. هاخد فاصل وهرجع لحضرتك. منعت من دخول التلفزيون المصري.